والمفاوضات القائمة حولها، والرئيس المكلف تشكيل هذه الحكومة يجول ويصول، يتصل ويناقش في كل الاتجاهات، وفي جعبته سيناريوهات حكومية جديدة ثابت في معظمها عدد من النقاط. فبحسب مصادر مطلعة على التشكيل الحكومية في المعارضة، فالرئيس المكلف عرض نيابة رئاسة الحكومة على تكتل العماد ميشيل عون على أن يتولاها اللواء عصام أبو جمرة بحقيبة أم لا، على أن يبقى الوزير الياس المر وزيرا للدفاع. وفي العرض أيضا حقائب الأشغال، الشؤون الاجتماعية، الصناعة أو الزراعة والاقتصاد لتكتل التغيير والإصلاح. أما مصادر في الموالاة فتقول على مستوى الحقائب السيادية إن المطروح هو إعادة توزيعها على الطوائف الأربع، على أن يكون لرئيس الجمهورية وزير مسيحي وآخر مسلم. عن كل اقتراحات الرئيس المكلف غابت حقيبة الاتصالات، وبحسب المعلومات فإن المعارضة هي صاحبة اقتراح إسناد حقيبة الاتصالات إليها إلى جانب حقيبة سيادية، وما بين الاثنين يختار العماد عون. ولكن مصادر في الموالاة أكدت أن الأكثرية ترفض حتى الساعة التنازل عن الاتصالات، وإلى جانبها عن وزارات تعتبرها بغاية الأهمية والحساسية، في مقدمها وزارة العدل. في التشكيلة الحكومية وصياغها المتعددة بحث الرئيس المكلف فؤاد السنيورة والدكتور سمير جعجع. جعجع شدد على الإسراع في تأليف الحكومة على أن يكون فيها الحد الأدنى من المنطق والتوازن من كل الجهات، سواء على مستوى الطوائف أو الأحزاب والمجموعات السياسية. الجزء الأول من سؤالك صحيح هو يلي طرح، بمعنى أنه إيه إعادة توزيع الحقائب أنه على الطوائف، أنه ما تكون مثلا وزارة الخارجية على طول الشيعة أو وزارة المالية على طول السنة، مزبوط، وهذه ما عندنا أي مانع فيها. بس خليني لا، ما إلها علاقة بحصة الرئيس بالمرة، يعني هيدي بمعزل عن قديش رح تكون حصة الرئيس. أن يأخذ مثلا العماد عام الحقيبة السياسية للطائفة المنوية على أن يقبل رئيس الجمهورية حقيبة غير مسيحية كمسلمية أو شعبية. يعني هيدي راجعة بشكل أساسي لفخامة الرئيس، هو ياخذ قرار فيها، بس ما يتعلق فينا. اذا العماد عون بده يكون عنده حقيبة سيادية، بده يكون عندنا نحن كقوات لبنانية كمان حقيبة سيادية. جعجع رأى أن بعض العروض المطروحة لتشكيلة الحكومة غير مقبولة، وعن تمثيل القوات اللبنانية قال أن الأمور متروكة إلى الوقت المناسب. ما عندي أنا قلق بما يتعلق بحضور ووجود القوات بالتركيبة الحكومية. رح يضل موضع أخذ ورد لآخر لحظة، لأنه تبعاً لعوامل عديدة مختلفة. مصادر حكومية أكدت أن النقاش جدي، وأن هناك أبواباً جدية للحل، وأن الرئيس المكلف يناقش مع كافة الأطراف حلولاً ضمن الطروحات القائمة، والتي تشمل إعادة توزيع الحقائب السيادية طائفياً وسياسياً، وإعادة توزيع الحقائب الأخرى. لكن المصادر الحكومية لم تؤكد في الوقت نفسه استعداد الأكثرية التخلي عن حقيبة الاتصالات، هذه الحقيبة التي تطرحها المعارضة كسلة واحدة مع الحقيبة السيادية.